بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. اللهم هيا لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت قادر على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، نحييكم ونجدد لكم التحية واللقاء من هنا من أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب أحد أفرع وأذرع ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في صباحية هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 7/1 لعام 2024، ضمن التوجيهات السامية من مقام حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والمتابعة دائما والتشجيع من أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله، والمتابعة دائما والتشجيع الذي دائما يأتي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رعاه الله. هكذا مشاهدين الأعزاء نحييكم ونجدد التحية من هنا من أرضية هذا المضمار، من ميدان سيف العرب في انطلاقات صباحية هذا اليوم، وانطلاقات أيضا السباق التمهيدي العاشر الذي يأتي مرافقا لمهرجان سمو ولي عهد دبي في هذا الموسم وفي هذا التحدي الرائع والجميل، ينطلق على بركة الله وتوفيقه. الشوط الأول الرئيسي للأبكار الحقايق من مسافة 3 كيلومترات، تنطلق الأماني والطموح مع الإخوة المضمرين، ترحيبنا بكل الإخوة القادمين من جميع أراضي ميادين الدولة، مرحبا بكل من عنا من جميع أراضي ميادين أيضا دول مجلس التعاون الخليجي الكبير، مباشرة إلى الصدارة الأولى، مباشرة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، وهنا في صدارة هذا الشوط هذه هي أوتار لحمد بن سيف بن العبد النعيمي، هي الآن على مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني، وهنا الغادمة في هذه اللحظات راغب لشعار بن دقاش يتقدم مع هذه الانطلاقة الرائعة. سالم بن دقاش بن محمد العامري يقدم لنا هجمة على مستوى المركز الثاني، بينما الغدوم مع المركز الثالث وصلت الان قمرة 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 عبيد بن سيف بن سالمين المنصوري، بينما في رابع المراكز وصلت هنا ضجة عبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي، بينما في المركز الخامس اللي غادمة اللي واصلة في هذه اللحظات وصلت هنا سمح عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، وسادسا تحركت هنا قبة عيسى بن مبارك بن مرخان الاكتبي، وهناك ايضا شعار بن منان محمد بن احمد بن منان يقدم لنا الفاتنة، الفاتنة اللي قادمة بكل قوة، ولكن العودة الى الصدارة الاولى، العودة مع الغلاف الجو الاخير الكيلو والمتر النهائي. الى وين الشوط الاول؟ الى وين الشوط الاول الرئيسي؟ اين يتحدد مصيره بين هذه الاسماء، بين هذه الشعارات؟ الله 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 على اوتار، اوتار تعزف هنا سفونية الناموس على الصدارة الاولى على المركز الاول حمد بن سيف بن العبد، ولكن غبه
عيسى بن مبارك بن مرخان بن مرخان، وثالثا هنا تحرك الضجة عبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي. ثلاثية ثلاثية ثلاثية، إلى وين الشوط؟ إلى وين الانتصار؟ بن العبد النعيمي مسيطرا منذ البداية. الله 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 على هذا التحدي، على هذا الأداء. غبة 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 ما شاء الله وتبارك الله. إلى مرغم إلى مرغم 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 مرغم، تحية لمرغم، تحية لعيسى بن مبارك بن مرخان وأخوانه، يستاهلون هذا الفوز، هذا الانتصار. الشوط الأول الشوط الرئيسي يقادر إلى شعبية مرغم، إلى شعبية مرغم. تهانينا والناموس لعيسى بن مبارك بن مرخان الاكتبي. سلام يا مرغم سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت أوتار لحمد بن سيف بن العبد النعيمي. المركز الثالث كان الوصول من شعار الهاشمي، ركز لي عليها تابع. من وصلت إلى المركز الثالث كان الوصول أيها الأخوة الكرام ومتابعين الأعزاء، عم ضجة لعبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني، أتركم التوقيت ما شاء الله، 4 دقائق 23 ثانية. شو سويت يا بن مرخان؟ التوقيت الأفضل في هذا الموسم يتسجل مع غبة، أفضل توقيت في هذا الموسم يتسجل على أرضية هذا الميدان. عيسى بن مبارك بن مرخان ينتزع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لعيسى بن مبارك بن مرخان الكتبي، وتهانينا والناموس لإخوانه، تهانينا لمحمد بن مبارك ومطر وأحمد وسالم وسعيد، يستاهلون هذا الفوز والانتصار. سلاماتنا محملة بالوردي والياسمين إلى أهالي منطقة مرغم على هذا الفوز الذي يتسجل. والتوقيت الزمني الرقم القياسي يتحطم تحت أقدام غبة في انطلاقة أشواطي هذا اليوم. هذا المركز المرافق لمهرجان سمو ولي عهد دبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.